فوضى. ده مش اسم فيلم يوسف شاهين اللي كان آخر رسالة له قبل وفاته، لكن ده عنوان أخبار مصر في آخر أسبوع، هي فوضى. مشاهد لا تراها غير في دول خارج الحضارة والتاريخ والجغرافيا. مشاجرة في المستشفى أمر اعتيادي، لكن تاخد شهرة وتبقى ترند والكل يتكلم فيها لأن بطلها مغني مشهور المطرب كمنانا محمد فؤاد. يناقشوا كل حاجة إلا الأسباب الحقيقية اللي كانت ورا هجرة تلتين أطباء مصر، وحادث هناك على الطريق الدائري، وعدم وجود أسئلة عن مين اللي حاسب ومين اللي المفروض يعاقب. لكن لبشاعة مشهد السيارات المفروم كانت الضجة لأنها فوضى. شوف يا باشا، سواء كنت أجنبي أو مصري، سواء كنت معاك فلوس قد دماغك وملياردير كبير أو معكش، أنت لازم لو حصل لك موقف لا قدر الله وربنا يعافي الجميع، ومثلا هذا الموقف اللي انت بتتعرض له هناك توقف مفاجئ في وظائف الكلى لا قدر الله، او اي جلطة او امر طارئ، هتحتاج عناية مركزة فورية. فحتى لو في جيبك بقى وقتها مليون دولار، اوعى تفكر ان الفلوس دي هتنفعك. الفلوس مش هتنفعك، دي اللحظة الوحيدة اللي بتعرف فيها ان الحياة في المحروسة نفسها ممكن تكون غلطة، ممكن تكون أكبر غلطة، وإن فعلا اختيار مكان آدمي محترم يحترمك كإنسان وتعيش فيه ده أفضل بكتير من الفلوس والمصلحة مهما كانت كتير. أيوة هي فوضى، أيوة فوضى. لكن الغريب في بلدنا إن الفنان الوطني الحازق بأغانيه الوطنية لصالح مصر لما موقف واحد بس اتحط فيه كسر مستشفى وضرب أطباء ونسي تماما الإنجازات الخطيرة الخارقة والجمهورية الجديدة اللميع في لحظتها وساعتها. طب ليه كده يا نجم؟ يعني سمعة مصر فين باللي انت عملته؟ يقولوا ايه بقى؟ مفيش خدمات لا قدر الله طبية حتى للمشاهير والأغنياء. طب وإذا كان مفيش للأغنياء والمشاهير، طب الفقراء بيه؟ الفقراء بيه والمحرومين والمخنوقين من البلد لما يشوفوا ردة فعلك دي ويشوفوا سيادتك أيها النجم الكبير ما تحملتش موقف واحد، وإحنا حياتنا في الغم والهم ده كل يوم، وتقول لنا من العالمين إيه؟ تقفوا لنا باللبس والتان والشياكه والاناقه، وتبصوا لنا من هناك بكل بجاحه وتقولوا لنا اتحملوا اتحملوا عشان البلد، مش احسن ما نكون زي سوريا والعراق ودلوقتي الموضه الجديده؟ استحملوا، مش احسن ما نكون زي قندهار؟ للاسف هي فوضى. هي الحقيقه الان اللي عايشينها بقالنا 10 سنين 11 سنه، وده اللي وصلنا له في مصر، اننا في مرحلة ندافع فيها اصبحنا الان ندافع عن مواد علمية عن اهمية الفلسفة وتاريخ الفكر والمنطق وعلم النفس، وان كل مثقف يشعر بالضيق والاسف مع انه عايش في دولة فيها اعلامي بالوراثة لا يشاهده احد. هو وزير نزل بالباراجوت، وزير تعليم نزل علينا من سماء المدارس الاهلية والخاصة. واحد يقول لك في شغلانه اسمها فيلسوف، وواحد تاني يلغي مناهج الفلسفه وعلم النفس والجغرافيا والجيولوجيا واللغه الفرنسيه. تخيل الدوله دي اللي النهارده بتلغي الفلسفه، الوحيد اللي حصل فيها على جائزه نوبل العالميه لانتاج ادبي حقيقي كان الاديب الكبير نجيب محفوظ خريج كلية الآداب قسم فلسفة، إيه اللي لغوها؟ صعبان عليا مصر بجد والله، صعبان عليا بلدي، صعبان عليا مصر وإخواتنا وأهالينا، صعبانين عليا من اللي شافوه في آخر أسبوع بس. هي فوضى،
كلام وزراء أعجب من العجب وقرارات أعجب من العجب. مفيش فيك حاجة بتتظبط؟ مفيش حاجة بتتظبط أبدا في البلد؟ بس أقول لكم على حاجة، بما أننا هنا الحقيقة والأمل، فبقول لكم هتفرج، هتفرج والله وهتبقى عال. بس لو سمحتوا خلوا بالكم، خلوا بالكم البلد. بقول للإعلام، بقول للوزراء، بقول للحكومة، خلوا بالكم البلد. حياة الملايين مش لعبة في إيدك ولا كلمة بتقولها قدام كاميرا أو شاشة أو قرار بجرة قلم بتاخده وانت قاعد على كرسي الوزارة. وافتكروا دايماً إن مفيش دايم غير وجه الله، والله كريم.